برنامج التفوق برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أبنائي طلاب وطالبات الثانوية العامة، أهلا وسهلا بكم على قناة الكتاب الفضائية ومادة اللغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في هذا اللقاء من حيث انتهينا. السؤال الذي وصلنا إليه في أعرب ما تحته خط إعرابا تاما، 10: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. كما نرى على الشاشة الخط تحت الله محالة زائل. لو أردنا أن نعرب ما خلا، طبعا في المنهاج مع طلاب الثانوية العامة في درس الاستثناء، ما خلا وما عدا مسبوقة بما المصدرية، فإذا سبقت بما المصدرية تكون فعلا ماضيا مبنيا على الفتح المقدر، والفاعل لها ضمير مستتر وجوبا. إذن الاسم الواقع الذي استثنيناه الله، ما خلا الله. الله على طول مع ما خلا وما عدا نعربه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لو سألك غير الإعراب ما حكم الاسم الواقع أو المستثنى الواقع بعد ما خلا أو ما عدا، حكم الإعراب واجب النصب على الاستثناء. والسبب الاستثناء ما خلا وما عدا استثناء تام موجب. إذن الله إعرابه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وكل نعيم لا محالة زائله، هنا لا كما رأيناها ممكن أن تأتي كثيرا للطلاب، لا النافية للجنس. إذا كان اسمها مضافا أو شبيها بالمضاف منصوب، أما إذا لم يكن مضافا ولا شبيها بالمضاف، مضاف إلى نكرة يعني مختص بإضافة، يكون مبنيا على الفتح في محل نصب. هنا لا محالة طبعا مش مختص لا بإضافة ولا بوصف، فبنقول إيه؟ لا محالة اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب. وكل نعيم لا محالة زائل، طبعا زائل إيش إعرابها؟ تممت الجملة. وكل نعيم أصلا زائل لا محالة،
زائل لا محالة. إذن كل مبتدأ ونعيم مضاف إليه مجرور، إذن زائل بتكون خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. نشوف الإجابة، نأتي إلى رقم 11. لعمرك كيف تغزون أفاع ونرقب ذمة ترعى عهودا. لعمرك قسم، والمطلوب الإعراب كيف وأفاع. ممكن أي كلمة في البيت يقول لك أعرب ما تحتها الخط، أو ممكن في هذا يقول لك قدر المحذوف مع ذكر السبب. لعمرك نص صريح في القسم، إذا أمره بتكون مبتدأ والمحذوف وجوبا هو الخبر. لعمرك قسمي أو لعمرك يميني. المطلوب الآن إعراب كيف. كيف لها مواقع إعراب كثيرة، إذا جاءت بعدها اسم، إذا جاء بعدها فعل ناقص، إذا جاء بعدها فعل تام. هنا جاء بعدها فعل تام، كيف تغزونا، يعني الفعل الناقص كان أخواتها، والاسم كيف أبوك كيف أخوك، أجا اسم. كل موضع لكيف له إعراب. مع الاسم نقول خبر مقدم، مع كان وأخواتها بنقول في محل نصب خبر لكان وإحدى أخواتها. أما الفعل التام على طول بتكون اسم استفهام مبني في محل نصب حال. إذا كيف تغزونا، كيف والحال درس مع الطلاب، إذا كيف مع الفعل التام اللي بعدها بنقول اسم استفهام مبني في محل نصب حال. كيف تغزونا أفاع، طبعا النا مع الفعل المضارع في تغزونا على طول مفعول به، إذا من الذي يغزونا أو تغزونا؟ الأفاعي. الأفاعي ما يصدر عنه الفعل أو الحدث بيكون فاعل. إذا تغزونا أفاع بقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة، لأنه أفاع تنوين العوض عن الياء لأنه نكرة، مدام نكرة بحذف الياء وبعوض عنه بتنوين العوض. تمام يا شباب، إذا هذا لازم نأخذ بالنا منه، متى نعوض عن الاسم المنقوص بتنوين العوض؟ إذا كان نكرة، والضمة والكسرة تقدر عليه، أما الفتحة تظهر عليه في حالة النصب. نرى الإجابة ونشوف كيف. هذه الإجابة على الشاشة. ننتقل إلى أسئلة أخرى. ولست بعلام الغيوب وإنما أرى بلحاظ الرأي ما هو واقعه. وهنا نقطة مهمة مع طلاب الثانوية العامة، اللي هي خبر ليس دائما أو كثيرا كثيرا ما يقترن بالباء الزائدة. خبر ليس كثيرا ما يقترن بالباء الزائدة. ممكن يقول لك أعرب ما تحته خط، أو مثل خبر لفعل ناقص مجرور لفظا منصوب محلا، هو مع ليس فقط. ولست بعلامي، إذا بعلامي الباء بقول عنه حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب زائد. علامي بقول خبر ليس مجرور لفظا منصوب محلا، أو إعراب تام بقول علامي خبر ليس منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهور اشتغال محل الإعراب بحرف الجر الزائد، بحرف الجر الزائد. ولست بعلام الغيوب، إذا علام خبر ليس مجرور لفظا منصوب محلا. أرى بلحاظ الرأي ما هو واقعه، ما طبعا اسم موصول هنا، الذي هو واقع. إذا أرى بلحاظ الرأي ما هو، إذا ما بقول اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. هو واقعه، هو ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، واقعه خبر المبتدأ، وصلة الموصول هو واقعه جملة لا محل لها من الإعراب. نرى الإجابة على الشاشة. ننتقل إلى رقم 13. مالي وللنجم يرعاني وأرعاه، أمسى كلانا يعاف الغمض جفناه. مالي وللنجم يرعاني وأرعاه، يعني الراجل سهران الليل مش عارف ينام، يرعاني
وأرعاه، يرعى فعل إيه؟ مضارع، لم يسبق لا بناصب ولا جازم، إذن بيكون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها الألف يرعى ألف، إذن منع من ظهورها إيه؟ التعذر. النون اللي فيها يرعاني نون الوقاية، دائما مع ياء المتكلم ضمير النصب مع الفعل المضارع أو مع الأمر أو مع الماضي تأتي معه نون الوقاية. يرعاني، وافقني بالأمر، مثلا أرسلني بالماضي، إذا نون الوقاية لازم تيجي مع الفعل وياء المتكلم فقط. إذا يرعاني بقول النون نون الوقاية حرف مبني لا محل له من الإعراب، وياء المتكلم ضمير مبني في محل نصب مفعول به. أمسى كلانا، كلا لها يعني حكمين في الإعراب، إذا أضيفت إلى ضمير وإذا أضيفت إلى اسم ظاهر. إذا أضيفت إلى ضمير تعامل معاملة الملحق بالمثنى، هنا مضافة إلى ضمير كلانا. أمسى إيه؟ مين الأمسى؟ كلانا اسم أمسى مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف، والناء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. يعاف الغمض جفناه، من الذي يعاف الغمض؟ الجفنان، وجفناه مثنى، والمثنى كما رأينا علامة رفعه الألف وعلامة نصبه وجره الياء. إذا يعاف الغمض جفناه بقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى وهو مضاف، والها ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. نشوف الإجابة على الشاشة ثم ننتقل إلى سؤال آخر. تصدق على الفقراء ولو بدينار، تصدق على الفقراء ولو بدينار، وال15 رقم 15 اجلس معنا وإن متكئا. إذن هنا في لو وإن، وهذا موضع مهم جدا في درس كان وأخواتها، اللي هو حذف كان مع اسمها جوازا، حذف كان مع اسمها جوازا، لأنه قبل أن نعرب يجب أن نتذكر كل مواضيع النحو التي سبقت وأخذناها في الماضي. إذن لو وإن شرطيتين، كان مع اسمها تحذف جوازا بعد لو وإن الشرطية، ما نتسرعش في الإجابة ونقول مثلا وإن متكئا، واحد يجي يقول لك اسم إن منصوب، لا مش اسم إن، هذه إن مش إن، هذه إن شرطية. ولو حرف شرط يقول لك بدينار جر ومجرور بس، لا بنفعش الكلام هذا. إذا نتذكر أن كان واسمها تحذف بعد لو وإن الشرطيتين. إذا تصدق على الفقراء ولو بدينار، بدينار بقول الباء حرف جر ودينار اسم مجرور، وشبه الجملة في محل نصب خبر كان المحذوفة مع اسمها جوازا. لو قال لك قدر المحذوف ولو كان التصدق على الفقراء بدينار، جبنا من الفعل المصدر، وإن أردنا أن نأتي باسم المفعول من الفعل برضو صواب. إذن ولو كان التصدق بدينار، ممكن يقول لك اذكر سبب حذف كان مع اسمها، السبب لأنها وقعت بعد لو الشرطية. ونفس الشيء في اجلس معنا وإن متكئا، هنا جاءت منصوبة مش شبه جملة، إذا بنجيب إحنا إيه؟ المصدر من الفعل اجلس، بنقول وإن كان الجلوس متكئا. إذا متكئا إيش إعرابها؟ بقول خبر منصوب لكان المحذوفة جوازا مع اسمها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إذا دائما نتذكر لو وإن في حذف كان مع اسمها. ممكن يجيك يقول لك مثل قدر المحذوف مع ذكر السبب، أعرب ما تحته خط. نشوف الإجابة على شاشة التلفاز. ننتقل إلى رقم آخر من سؤال أعرب ما تحته خط إعرابا تاما. لا تكن لينا فتعصر،
لا تكن لينا فتعصر، ما شكلتش لكن هي فتعصر. هنا ليش فتعصر؟ لأنه لا تكن طلب نهي، والفاء إذا وقعت في جواب الطلب بتكون فاء سببية. ممكن بدائل الفاء يجيك الواو المعية، يقول لك لا تكن لينا وتعصر. إذا في جواب الطلب إذا شفتها مع الفعل المضارع بتكون إما الفاء سببية، أو إذا شفت واو بتقول واو معية. إذا هنا فتعصر فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. نشوف إيه، وعرفناها أنه فاء سببية لأنها وقعت مع الفعل المضارع في جواب الطلب. لو شلنا الفاء أو الواو إذا وجدت بصير مجزوم، يعني لا تكن لينا تعصر، تعصر صارت مجزومة لأنها في جواب الطلب. ونعرف نفرق في السؤال، نشوف 17. يا خاتم الرسل المبارك ضوءه صلى عليك منزل القرآن. يا خاتم الرسل المبارك، خاتم الرسل مضاف إلى معرفة، والمبارك معرفة. إذا معرفة ومعرفة صارت إيه؟ صفة. إذا المبارك بقول إيه؟ صفة منصوبة، لأنه خاتم منادى منصوب على نصب الفتحة لأنه مضاف. إذا الصفة ده تتبع الموصوف، بنقول المبارك إيه؟ صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. طب المبارك ضوءه، المبارك اسم مفعول، المبارك اسم مفعول، ومواقع عمل اسم المفعول إذا عرف بأل يعمل. يكفي هنا عرف بأل. إذا المبارك، المبارك ضوءه اسم مفعول عامل. إذا ضوء إيش إعرابه؟ اسم المفعول ماذا يأخذ؟ يعمل عمل فعله، وعمل فعله أصلا هو مشتق من الفعل المبني للمجهول. الفعل المبني للمجهول يأخذ نائب فاعل. إذا اسم المفعول بده يعمل عمل فعله بده يأخذ نائب فاعل. إذا ضوءه بقول ضوءه نائب فاعل لاسم المفعول مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف، والها ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. صلى عليك منزل القرآن، من الذي يصلي عليك؟ منزل القرآن. إذا على طول ما يصدر عنه الحدث، الصلاة من مين صدرت؟ من منزل القرآن. إذا بقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نرى الإجابة، ممكن أي كلمة من هذا يسأل فيها السؤال، المهم نتعود على كيفية الإعراب. إن، نشوف 18. إن للمنزل بابين من حديد لكنهما قديمان. شفت وحدة مثنى ومثنى، أو كانت مفرد أو مفرد أو جمع أو جمع، اللي تحتيه خط بابين قديمان. نرى الأولى، إن للمنزل بابين. طبعا إن ماذا تفعل؟ تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها، إن وأخواتها. أنا جايب هنا في هذا المثال إن ولكن. هلا إن للمنزل شبه جملة بعد إن بابين. طب وين اسم إن؟ عمره ما بيكون شبه الجملة اسم، شبه الجملة يعني إيش اسم إن وأخواتها، أو اسم كان وأخواتها، أو مبتدأ. يعني شبه الجملة مستحيل أن يأتي مبتدأ أو اسم لكان وأخواتها أو اسم لإن وأخواتها. إن للمنزل بابين، بابين إذا اسم إن، وشبه الجملة المتقدم في محل رفع خبر إن، بابين مثنى، والمثنى علامة نصبه إيه؟ الياء. إذا بقول اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. لكنهما قديمان، الهما تعود على مين؟ على البابين. وكل ضمير مع إن وأخواتها على طول إعربه ضمير مبني في محل نصب اسمها. إذا لكنهما، لكن حرف استدراك وهما اسمها،
في محل نصب اسمها. إذن قديمان أخبرتنا عن البابين. إذن بنقول قديمان خبر لكن مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. الآن نقف فاصل قصير ثم نعود إلى مادة اللغة العربية. برنامج التفوق برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع. كل الناس بتفكر بنفس الطريقة، دراسة اعتيادية ومحاضرات صفية، لكن أنا بفكر بطريقة غير، بفكر بالتكنولوجيا والتطور، بالتعليم الجامعي التطبيقي والمهني والتقني اللي راح أكيد يوديني لمهنة المستقبل. كل هذا هنا، بس هنا في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، فهل راح تكون معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مرة ثانية على قناة الكتاب الفضائي ومادة اللغة العربية. نكمل بإذن الله تعالى وبتوفيق من الله. رقم 19، قال تعالى: هيهات هيهات لما توعدون. هيهات هيهات لما توعدون. طبعا هيهات معاكم في المنهاج اسم فعل ماضي، اسم فعل ماضي، وإضافة كانت قديما شتان وسرعان من أسماء الأفعال الماضية. هيهات هيهات لما توعدون. هيهات لو قلنا على هيهات بنقول اسم فعل ماض مبني على الفتح، وهيهات الثانية توكيد لفظي برضو مبني على الفتح. لكن هيهات هيهات ممكن أن يأتي فاعل اسم صريح، ممكن أن يأتي فاعل مصدر مؤول، ممكن أن يأتي الفاعل مع حرف جر زائد وهو اللام. وهذا مدل معانا إحنا اسم الفعل، إذن ممكن أن يأتي السؤال على ما هو موجود مثلا في اللغة العربية مش في المنهج، ممكن يجيب لك اللام نقول هيهات النجاح للكسول، هيهات أن ينجح الكسول، هيهات لنجاح الكسول. هنا الآية القرآنية هيهات هيهات لما توعدون. إذن اللام مع فاعل اسم الفعل تأتي زائدة، تأتي زائدة للتوكيد، لأن كل حرف زائد فائدة التوكيد. إذن اللام حرف جر زائد. ما للذي توعدون، يعني ما اسم موصول مبني في محل رفع فاعل لاسم الفعل، لأنه المبني بقدرش أقول مجرور لفظا مرفوع محلا لأنه مبني. إذا بقول ما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل لاسم الفعل. توعدون، توعدون قبل أن نجيب، توعدون فعل مبني للمجهول وفعل من الأفعال الخمسة. إذا توعدون بقول فعل مضارع لأنه لم يسبق لا بناصب ولا جازم، بقول مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون. وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع نائب فاعل، والجملة توعدون الفعل ونائب الفاعل لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، لأن كل اسم موصول يعرف بصلته. نرى الإجابة ونشوف على الشاشة. سؤال 20، أحسن بالشباب المرابط. أنا حطيت ضمة لكن ممكن ما تكونش الضمة على المرابط. فما أروع الجهاد في سبيل الله. كلمة حبيت أجمع في هذا المثل صيغتي التعجب، صيغتي التعجب، أفعل بي وما أفعله. إذن أحسن بالشباب المرابط، أفعل بي. إذن هنا مع صيغة التعجب أفعل به
يأتي الباء حرف جر زائد مع فاعل صيغة التعجب أفعل به. إذن بالشباب بقول الباء حرف جر زائد والشباب فاعل مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة منع مضور اشتغال محل الإعراب بحرف الجر الزائد، أو بقول باختصار فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا. لو قلنا سب الشباب قلنا أعرب المرابط وفيش عليها حركات، بدل بالشباب حيقولوا مثلا صفة مجرورة وعلامة جرها الكسرة، لا طبعا. إذا قلنا مجرورة هذا شيء آخر، مجرورة على اللفظ هذا بقول المرابط، بقول صفة مرفوعة على مطرفها الضمة مرفوعة على المحل، لأنه الشباب فاعل في محل رفع فاعل، يعني فاعل مرفوع، إذن المرابط بيكون فاعل مرفوع، وهذه قضية متشابكة وبدها شرح بعض الشيء. فما أروع الجهاد في سبيل الله، جبت صيغة التعجب ما أجمل السماء، ما أحسن المؤمنين، ما أفعله يعني. إذن هنا فما أروع الجهاد، أروع طبعا فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر، الجهاد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وهنا ما أروع الجهاد، ما اسم تعجب مبني في محل رفع مبتدأ والجملة الفعلية خبر ما. وهنا ممكن يقول لك برضو سؤال آخر، مثل فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا، أو مثل مبتدأ تقدم على الخبر وجوبا. هاي السؤال أمامك ممكن تستفيد منه في تقديم المبتدأ، في الإعراب، في التمثيل، ونشوف الإجابة. ننتقل الآن إلى رقم 21، من يكو ذا علة لم يحظى بالعرفان. من يكو ذا علة، طبعا من شرطية، يكو من يكون، ويكون عند الجزم بقول يكن، ويجوز حذف النون للتخفيف والتوكيد من الفعل المضارع يكن. إذن هنا حذفت للنون للتخفيف والتوكيد أيضا. من يكو إذن بقول فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة جوازا، قلنا يجوز حذف النون. إذن هنا بقول إيه، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة جوازا. من يكو ذا علة، جملة الشرب خبر من، لكن ذا إيش إعرابها؟ هي منصوبة على نصبها الألف لأنه من الأسماء الخمسة. إذن من يكو هو ذا علة، يعود على من. إذن ذا بتكون خبر يكن منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. لم يحظى بالعرفان، يحظى طبعا، أو ممكن أقول لك فلم يحظى بالعرفان، الفاء بقترن بها يعني. لم يحظى بالعرفان، يحظى فعل مسبوق بلم، فعل مسبوق بلم ولم جازمة، ويحظى فعل مضارع معتل الآخر، وعلامة جزم الفعل المضارع المعتل الآخر حذف حرف العلة. إذا لم يحظى بقول فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. نرى الإجابة عشان تثبت عند الطلاب. ننتقل إلى رقم 22، حضروا غير مسرعين وعادوا من المدرسة سوى اثنين. هنا غير وسوى، طبعا احنا نعرف انه غير وسوى تأخذ حكم الاسم الواقع بعد إلا، وما بعدها يعرب دائما مضاف إليه مجرور. طيب إذا حكم الاسم الواقع بعد إلا له ثلاثة أحكام، واجب النصب على الاستثناء إذا كان الاستثناء تم موجب، الإتباع للمستثنى منه على البدلية، أو جائز النصب على الاستثناء إذا كان الاستثناء منفي تام، يعني تام غير موجب، يعرب حسب موقعه في الجملة إذا كان الاستثناء مفرغ. إذا ثلاث حالات
مع الاسم الواقع بعد إلا نطبقها على غير وسوى، وتأخذ حكم الاسم الواقع بعد إلا غير وسوى، وما بعدها نعربه مضاف إليه. إذا نشوف الإعراب حضروا غير مسرعين، نشوف الجملة هذه هل فيها مستثنى منه؟ يعني شيل غير الآن، حضروا مسرعين، إذا فيش استثناء مستثنى منه، فيش مستثنى منه، ماذا فيش مستثنى منه؟ إذا فيش استثناء من أصله. إذا حضروا مسرعين، اعرب لي مسرعين بنلاقي إعرابها حال منصوبة. اعطي هذا الحكم لمين؟ لغير. إذا غير بتصير أخذت حكم ما بعدها، إذا بقول غير حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة، وهو مضاف ومسرعين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. نرى العبارة بعدها، وعادوا من المدرسة سوى اثنين، يعني عادوا من المدرسة اثنان، صح؟ يعني عادوا من المدرسة إلا اثنين، إلا اثنين، عادوا من المدرسة إلا اثنين. اثنين هنا استثنيناها من مين؟ من واو الجماعة. الاثنين أخذناها من واو الجماعة. أما مسرعين فيش مستثنى منها، مستثنى منه أستثني منه. إذن هنا اثنين استثنيتها من مين؟ من واو الجماعة اللي هو المستثنى منه. يعني أصل الجملة كانت عادوا من المدرسة اللي هم الطلاب، الواو تعود على الطلاب، إلا اثنين. اثنين حكمه بصير إيه؟ واجب النصب على الاستثناء لأنه الكلام موجب تام. خذ الحكم هذا واعطيه لسوى على طول، بدل حطينا بدل إلا سوى بنأخذ حكم الاسم الواقع بعد إلا ونعطيه لسوى. إذا سوى إيش إعرابه هنا؟ بقول مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر، وهو مضاف واثنين مضاف إليه. لو قال لك ما حكم المستثنى هنا؟ بتقول واجب النصب على الاستثناء. السبب بتقول لأن الاستثناء تام موجب، يعني مثبت تام، تام موجب. نرى الإجابة على إيه؟ ننتقل إلى أسئلة أخرى. رقم 23 ألف وباء، عندي عامل ألف وباء. الأفضل أن تتابعوا الشرح، وأفضل لكم أن تتابعوا الشرح. عندي المصدر المؤول أن تتابعوا، أن تتابعوا. طب الإعراب الكامل أن حرف مصدري ونصب، تتابعوا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون والواو في محل رفع فاعل، واو الجماعة. ونفس الشيء أن تتابعوا في رقم باء، لكن المصدر المؤول الموقع الإعرابي له. لاحظ أنت المصدر المؤول حكمه في حكم المعرفة، يعني حكمه معرفة، متابعة الشرح أو المتابعة، يعني حكمه حكم الاسم المعرف بأل أو المعرفة، حكم المصدر المؤول. والمصدر المؤول دائما له موقع إعرابي، دائما له موقع إعرابي. احنا قلنا من حالات تقديم المبتدأ والخبر إذا تساويا في التعريف أو تساوى المبتدأ مع الخبر في التنكير. نلاحظ أو نلاحظ المثل ألف، الأفضل معرفة، أن تتابعوا الشرح متابعة الشرح معرفة. إذن المتقدم في المعرفة هو المبتدأ، إذن أن تتابعوا بصير المصدر المؤول في محل رفع خبر المبتدأ. نفس المصدر المؤول ونفس الجملة مع اختلاف بسيط، أفضل لكم أن تتابعوا الشرح، أفضل نكرة، وأن تتابعوا معرفة، مصدر مؤول حكم المعرفة. إذن أفضل نكرة والمصدر المؤول معرفة، أينما وجدت المعرفة يكون مبتدأ، وأينما توجد النكرة تكون هي الخبر. إذن أفضل هنا خبر مقدم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والمصدر المؤول أن تتابعوا هنا بقول مصدر مؤول في محل رفع مبتدأ مؤخر. نشوف الإجابة،
هذه فوارق بسيطة لمعرفة الطلاب الإجابة الصحيحة. في رقم 24، أمعطن أبوك أخاك فرصة أخرى؟ أمعطن، شوف كيف، أمعطن هنا استفهام، ومعطن اسم مفعول أصلا معطي. وإذا كان اسم المنقوص نكرة قلناها سالفا وقبل قليل، نحذف الياء ونعوض عنها بتنوين العوض. إذا أمعطن بعد استفهام بقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة على الياء المحذوفة. أمعطن أبوك أخاك فرصة، اسم المفعول يعمل عمل فعله، ومن هذه مصوغات العمل إذا سبق باستفهام. وأعطى ينصب مفعولين، أعطى ينصب مفعولين، جبت اسم المفعول من أعطى معطي، وقلت أمعطن أبوك، إذا أبو نائب فاعل لاسم المفعول مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والكاف مضاف إليه، لم ينتهي إعراب أبوك لأنه المبتدأ يحتاج إلى خبر، هنا نائب الفاعل سد ما سد الخبر. إذا أبوك بعد ما بعر بنائب فاعل بقول سد ما سد الخبر. أخاك أبوك أخاك، يعني أعطى أبوك أخاك فرصة أخرى. أمعطن أبوك أخاك فرصة أخرى، إذا فرصة إيش بتكون؟ مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. تمام يا شباب؟ يعني أصلا أعطى أبوك أخاك، أمعطن اسم فاعل، عفوا، أمعطن لا حول ولا قوة إلا بالله، أمعطن اسم فاعل، اسم فاعل، وفي مثل بعده جايبه اسم المفعول وهذا الالتباس اللي حدث الآن. أمعطن اسم فاعل، ومعطن اسم فاعل مبتدأ مرفوع ويعمل عمل فعله برضو نفس الشيء. أبوك فاعل لاسم الفاعل سد ما سد الخبر. أخاك مفعول به أول، فرصة مفعول به ثان. نشوف الإجابة ولا انتقل، نشوف اللي بعده علشان الخطأ البسيط اللي إيه أسبقته. أمعطى أخوك فرصة أخرى، هذا المثل اللي جبته عشان نفرق بين معطن ومعطى. أمعطى ألف اسم صار إيش؟ اسم مقصور، بطل اسم منقوص لأنه معطى من اسم المفعول من الفعل أعطي. أمعطى أخوك فرصة أخرى، هذا الالتباس اللي تو حدث معي لأني تصرعت فكرت حالي في إيه في هذا المثل. إذا أمعطى بقول همزة استفهام، معطى مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهور التعذر. معطى اسم مفعول يعمل عمل فعله، إذا أخوك نائب فاعل للاسم المفعول معطى سد ما سد الخبر، وهو مضاف والكاف مضاف إليه، فرصة تبقى مفعول به ثاني، ونرى الإجابة. ننتقل فاصل ثم نعود، فاصل ثم نعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اعذروني أبنائي وأبنائي طلاب وطالبات الثانوية العامة، مرات الواحد بيلتبس عليه بعض الأشياء، لكن الحمد لله نعيد ثم نصحح. ننتقل إلى سؤال آخر مهم، هو عين الأخطاء النحوية الواردة في التراكيب وصوبها. واحد، من يتقي الله في حياته ينال رضاه. في تصويب الأخطاء بدنا نتذكر من الفعل المضارع إلى إن وأخواتها، نتذكر من الفعل المضارع في المنهاج إلى إن وأخواتها، ونتابع الفقرة ونتابع الجملة أين يكمن الخطأ ثم نقوم بتصويبه. العين، من يتقي الله في حياته ينال رضاه، بنقول إيش نوع من؟ هنا من شرطية، إذن الشرطية تجزم فعلين مضارعين، يتقي وينال، هي الفعلين المضارعين. بس يتقي فعل مضارع كما رأينا في الياء. طب علامة جزم الفعل المضارع المعتل الآخر حذف حرف العلة. طب ينال ممكن أحط سكون، لكن ينال في قبله اللام ساكنة، والتقاء ساكنين لا يجوز. إذن الخطأ أين يوجد؟ في يتقي وينال. إذن الصواب ماذا نقول؟ من يتقي الله، نحذف الياء، ينال رضاه. ينال رضاه، نشوف الايه الإجابة. إذن عيننا الخطأ وقمنا بتصويبه، يتقي الخطأ والصواب يتقي بدون ياء، ينال الصواب ينال، بنحذف وسطه حرف العلة. هل تسدي النصيحة لأخوكما الصغير؟ ها، نشوف من البداية. هل تسدي النصيحة لأخوكما الصغير؟ هنا إيه؟ بخاطب مثنى، وتسدي ألف الاثنين، لكن الفعل لم يسبق بناصب ولا جازم. طيب الألف الاثنين، الفعل المضارع في ألف الاثنين إذا لم يسبق بناصب ولا جازم يكون مرفوع. طيب إيش علامة رفع الأفعال الخمسة؟ ثبوت النون. طيب أين النون هنا؟ محذوفة. إذا الخطأ في تسدية، إذا المفروض يكون مرفوع، وقول هل تسدياني النصيحة لأخوكما. لأخوكما اللام حرف جر. طيب أخو من الأسماء الخمسة، طب ايه علامة جر الاسماء الخمسة؟ بقول علامة جرها الياء، اذا الصواب مش لاخوكما، لاخيكما، ونشوف ايه الاجابة. اذا هل تسديان النصيحة لاخيكما الصغير؟ هذه الاجابة الصحيحة. نشوف رقم ثلاثة، ما كان الشعب الفلسطيني ليعفو عن بنو صهيون. شوف كيف الإجابة، نشوف. ما كان الشعب الفلسطيني ليعفو عن بنو صهيون. إذا نشوف من الخطأ، ما كان فعل ماضي، الشعب اسم كان، الفلسطيني صفة. طيب ما كان سبقت بما، إذا كان إذا سبقت بنفي بتكون اللام في الفعل لام الجحود، ولام الجحود من نواصب الفعل المضارع بأن المضمرة بعدها. إذا يعفو بده يكون فعل مضارع منصوب. إذا أين الواو؟ ليش حذفت الواو؟ حرف العلة يحذف إذا كان في حالة الجزم، هنا حالة النصب، إذا الواو لا تحذف. إذا نرجع الواو، والواو تظهر عليها الفتحة، فنقول ليعفو عن بنو. طيب بنو ملحق بجمع المذكر السالم، لأنه مضاف حذفت النون، عن بنون أصلا حذفت النون للإضافة، وبنو ملحق بجمع المذكر السالم، سبقت بحرف جر، إذا بدها تكون مجرورة، وعلامة جرها الياء، إذا بقول عن بني. طب صهيون ممنوعة من الصرف، هنا نونتها عن بني صهيون، ممنوعة من الصرف، لا يجوز تنوينها، فبقول عن بني صهيونة، ونشوف الإجابة. إذا ما كان الشعب الفلسطيني ليعفو عن بني صهيونة،
إلى هنا أبنائي طلاب وطالبات الثانوية العامة ينتهي هذا اللقاء. راجل الله عز وجل أن ألتقي معكم مرة ثانية على قناة الكتاب الفضائية ومادة اللغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تحلم بالتغيير؟ هل ترنو إلى مستقبل أجمل؟ تأمل حولك وحدد هدفك، فالطموح يزهر داخلنا منذ الصغر ليثمر شغفا وإصرارا وإبداعا لا حدود له. فكر، جرب، تميز باختيار اختصاصاتنا الجامعية المهنية، التطبيقية، التقنية. فتش بداخلك لتجد نفسك، وكن على ثقة بأن المكان الأنسب لتطوير ذاتك، لتحقيق رغباتك، لإظهار إبداعاتك. وكن فخورا بانتمائك للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.